يصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواننا الأعزاء. بطبيعة الحال أنا الصحافة هي مرأة المجتمع، لكن كنبغيو نتكلموا على حياتنا، نوصلوا بالنسبة لقطاع صناعة التقنية، هو قطاع اللي فيه جميع المواصفات، يعني من التاريخ القديم ماشي عاد دابا، يعني الحمد لله كيف ما كان الحال هادشي اللي جات دابا في هذا الوقت هذا الحالي، بطبيعة الحال التنمية ديال القطاع، يعني كنشوفو كصناع تقليديين وكالقطاع المحافظة عليه، يعني كان بعض الحرف اللي كتنضطر، ولكن الحمد لله إلا بقينا في هاد التنمية والتكوين والاستثمار، القطاع غادي يعطينا نتيجة مستقبلية إن شاء الله. كيف ما كان الحال هذا المخطط دابا اللي دارت مثلا الوزارة بطبيعة الحال، لأن يعني المعارض احنا يعني كنتكلم احنا في مدينه القنيطره بان كاين معرض يعني مركب الصناعه التقليديه نموذج على الصعيد الوطني اللي في اتفاقيه الشراكه مع جامعه الطفيل في البحث العلمي، يعني كل شيء هادشي يعني اللي ما كانش من قبل، والحمد لله كاين هذه التكميله، يعني كيفاش رجعوا القطاع ديالنا من القطاعات المتقدمه. فعلا كان هذا التسويق يعني دابا ديال الوقت وديال العصر، يعني بهذيك المسائل، ولكن بالنسبه لقطاع الصناعه التقليديه الاغلبيه ديال الصناعيه كيخدموا سير كومون، يعني ديك التسويق غادي يردنا لواحد الحاجه اللي فيها عاود المسائل اللي مشى غادي تمشي غادي ينضط القطاع من ناحيه الجوده والابتكار. كي كنشوف الحمد لله كنشكروا يعني بلادنا، يعني ولو الحكومات اللي دازوا من قبل ولو من بدا كاع يعني بطبيعه الحال ما كانش تحديد الاثمنه، ها هو التجاره كيفاش دابا الالكترونيه، يعني نوع يعني هذا في العالم كله، ولكن احنا بالنسبه للمملكه ديالنا يعني وبالاخص قطاع الصناعه التقليديه التجاره اي، ولكن الحمد لله كاين شركات في قطاع الصناعه التقليديه وشركات في الفلاحه اللي كيصدروا يعني الحمد لله معروفين وكل شيء. اما الحرفيين اللي كتكلموا عليهم كيفاش داير هاد التجارة الإلكترونية هي اللي كتجيب لنا مشكل من المشكلة غادي تقوم بأن فر الجودة وفر الابتكار. الأغلبية ديال الحرفيين اللي كيحافظوا على المهنة ديالهم وكتكون فيها التنمية، يعني كيبتكروا وكيكونوا معاهم. فعلا مادام أن ديك المركب الصناعة التقليدية في اتفاقية الشراكة في البحث العلمي، يعني القطاع غادي يولي في حوايج أخرى، يعني البحث العلمي هو الأصل ديال كل شيء، ولا في جميع القطاعات، لا في الصباغة ولا في يعني كان إذا كيعرف المواد باش كيشتغل. أنا غادي نتكلم بطبيعة الحال على داك الشيء ديال الحداد الفني، بطبيعة الحال شاركت في المعارض الدولية، كان مراقبة، كان ملاحظات، هي كيقول لك أولدي كتشتغل في المستوى، يعني في الشكل في المستوى، ولكن الحديد كتلقاه حرش شي شوية. هي بطبيعة الحال دابا الحمد لله في اتفاقية الشراكة اللي دارت الوزارة والمؤسسة ديالنا مع جامعة بن طفيل، عطات واحد النتيجة هي تريتمون سيرفاس، لا بانتور أبودغ. سمحوا لي اللي تكلمت على الشيء هذا المسائل، ملي كنا كنقراو قرانا كل شيء بالفرنسيه، ولو الا التربيه الاسلاميه اللي كانت بالعربيه، لا التاريخ ولا الجغرافيا، الحمد لله كما كان الحال اللغه اللي كتوصل كل واحد، ونحن دابا كنتكلموا الناس باللغه العربيه الفصحى. الحمد لله دابا اللي بغيت بان هذا المركب الصناعه التقليديه هو راه تبنى فقط ميزانيه، مع الاسف الشديد اللي مثلا الدوله كتدير واحد فلوس في المشاريع وكتوقف على لا فينيسيون. هذا المجمع وكان هو تبنى مبني مفضي في بلاصتو اللي جات، يعني اللي تختارت في المستوى العالي مع فيها المسائل ديال البحث العلمي، علاش ما ديروش الميزانيه وتكون يعني هذا المجمع اللي رحنا فيه دابا فعلا مجمع قديم، الحمد لله بعد غير من تصرح وتحل الباب ديالو، هذا كان مسدود عاود سنين هذه. للاسف هذا هو المشاكل ديال القطاع اللي كيشد يحل كيجي الاخر، ما كاينش لا كونتينيتي يعني في المنتخبين، ماشي يفكر هذا دار واحد الحاجه ويكمل الاخر من موراها باش تكمل فتره واحده، كيجي واحد اخر كيبدا عاود. دائما حنا كنبداو يعني اي من سنين لسنين كنرجعوا للوراء، كنبداو ديما ازيرو، وشكرا لكم.